شغل عربان، شغل العرب. ما شوف شغل الغرب، شغل الأجانب، شغل الأجانب كيف. شوف هاي الغرفة، غرفة أمي هاي طبعا، كلها حتى الوصلات حتى الكذا. إذا في شيء، شوف هذا المكيف، هذا إيش بيعمل؟ هذا المكيف بيشتغل داكين. شو هذا الماركات هاي؟ شوف شو شغلهم، شوف شوف شغلهم، شوف شغلهم، شوف الأبراج تبعهم، علمهم هذا. لو جينا هاي باب الغرفة، هذا الباب لا يمكن فتحه لأنه معمول بطريقة مش طبيعية. هاي باب أمنية أو شركة اتصالات ما بعرف. شوف المراوح، شوف البلاوي، التقنية تبعهم، الضوء، حتى الكاميرا تبعتهم. طبعا هاي الكاميرا بترسل لعندهم، لعند ال شوف شوف المجسات، شوف شوف التقنية، شوف العرب، شوف شوف العربان تركيب فرج. يا حبيبي شوف التقنيات، شوف شوف التقنيات. أين نحن منهم؟ شو هاي العلبة؟ أبصر شو هي العلبة هاي؟ يا عمي تكنولوجيا. يعني اجينا هون، ايش مكتوب هون؟ mani.com. هاي الشركة اللي هون هاي تقنية يا عمي. شو هذا باب؟ طبعا هون شغلهم، هون اجهزتهم شتان بيننا وبينهم. شوف شوف هذا كيف عامل ساتلايت هون، وترك الخازوق هذا كيف خبور تركه هون.